حضرتك يا ست اللي هو يعني اعلنت النهارده انه مرحله العمل الميداني في التعداد السكاني ستنتهي يوم 25 مايو الجاري فيما عدا بعض المحافظات منها القاهره. يعني ايه المرحله، يعني ايه مرحله العمل الميداني؟ يعني بعد كده المراحل التانيه هتسمى ايه او هتكون عباره عن ايه؟ احنا المرحلة اللي احنا فيها حاليا يا استاذ عمرو هي المرحلة الثانية في التعداد. المرحلة الثانية في التعداد السكاني اللي هي حصر خصائص الأسر. المرحلة اللي سبقتها وكانت خلال شهر فبراير وجزء من شهر مارس كانت مرحلة حصر خصائص المباني. حصر خصائص المباني دي انتهت يوم 20 مايو مارس الماضي، وكنا بندور فيها على مكونات المباني، خصائص المبنى بشكل عام، مين صاحب المبنى، مين متصل بأني مرافق، مش متصل، مبني من أني مكونات، كم دور، الناس اللي فيه ساكنين إيجار ولا ملك، إذا كانوا إيجار قديم ولا جديد، وبعدين الوحدات اللي جواه هي كم وحدة، يعني أي باب مقفول وراه ما نعرفش هي دي شقة ولا عيادة دكتور أو مكتب محامي أو مخزن لشركة أو شركة. فكنا لازم نطرق باب كل وحدة في المبنى عشان نعرف عدد الوحدات السكنية وعدد الوحدات غير السكنية، وكنا بنعرف رئيس الأسرة بس وبعد بيان بسيط عنه ورئيس المنشأة ومين صاحبها. في المرحلة الثانية رحنا بقى للإطار اللي طلعناه أو الليستة أو القائمة اللي عملناها للأسر بنجيب خصائصهم في هذه المرحلة من يوم 18 إبريل الماضي وحتى 25 مايو القادم. ده مفروض ده المخطط، لكن من الواضح ان في محافظات متعديه المستهدف الان. احنا دلوقتي تقريبا يعني عدينا 62% من الوقت المتاح، لكن النسبه الاجماليه في الجمهوريه المحققه 57% فقط، يعني احنا ورا النسبه اللي المفروض نحققها بشويه. في محافظات متعديه هذا النسبة ال 62% وصلت 70 و72% زي الوادي الجديد والفيوم، وفي محافظات زي القاهرة لم تتعدى ال 40%. فده واضح ان القاهرة، والحقيقة هي دايما القاهرة واسكندرية والجيزة بيبقوا دايما لهم طبيعة مختلفة شوية عن باقي المحافظات، طبيعة اللي بيشتغلوا في المكان دون او طبيعة حتى المستجيبين للبيانات في هذه الاماكن بيبقوا اقل استجابة من باقي المواطنين.